بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأخ الدكتور محمد مختار جمعة، حيث لم يترك لي شيء أن أتكلم عن القدس، حقيقة هذا إن دل فإنما يدل على اهتمام جمهورية مصر العربية رئيسا وحكومة وشعبا بقضية فلسطين العادلة، وهذا هو انتصار القضية العادلة. لذلك نحن في فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا نرفع سمايات الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الكامل للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، وللشعب المصري العظيم الذي لا يتوانى في أي لحظة من الهبة لنصرة القدس ولقضية فلسطين العادلة. أصحاب الفضيلة، الحضور الكريم، اسمحوا لي جميعا أن نرفع أسماء آيات التقدير والشكر لفخامة الرئيس لرعايته لهذا المؤتمر الهام، ولوزارة الأوقاف المصرية على اختيارها هذا الموضوع الهام في ظل هذه الظروف العصيبة، حيث أن المواطن أصبح يعتبر غريبا في أرضه نتيجة فتاوى مغرضة أهلكت البلاد والعباد. فالشعوب بحاجة لهذا المؤتمر، حيث تنتظر أن يخرج توصيات سديدة تخدم البلاد وتخدم الأمم وتخدم الشعوب. نحن في فلسطين أرض الإسراء والمعراج، أولى الكبلتين، ثاني المسجدين. هناك قاعدة وضعت لبناء شخصية المواطن، العهدة العمرية، حيث أن هذه العهدة العمرية أرسى قواعدها الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب عندما استلم مفاتيح كنيسة القيامة من صفرونيوس ووقع العهدة العمرية. قال لهم: ما لنا وعليهم ما علينا، وقبلها الرسول قال: من آذاهم فقد آذاني. ومن ذلك الوقت وفلسطين تعيش في نسيج متكامل بين أصحاب الديانات. في فلسطين فيها المسلم المسيحي اليهودي الذي يعتبر فلسطينيا من السابق، وليسوا المستعمرين المحتلين المستوطنين كما هناك في السامرية في مدينة نابلس. العهدة العمرية أسست قاعدة أساسية، والقيادة الفلسطينية رسمت نهج، وأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكان لهذه الوزارة من اسمها نصيب، حيث مثلت التعايش الديني بكل تقدير وبكل احترام. في فلسطين الاحتفالات المتنوعة بأعياد الميلاد، نجد أن المسلم يحتفل بعيد سيدنا المسيح عليه السلام، وأصحاب الديانة المسيحية يشاركون في الاحتفال بعيد ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن لا ننظر لليهودية بعداء كدين، بل ننظر للاحتلال الذي يريد أن يجتثنا من أرضنا المباركة. هذه اللحمة، هذا النسيج متين، حاولت رياح الاحتلال أن تزرع بذور الفتنة، إلا أن كان الرد من أبناء فلسطين من المواطنين التلاحم والتعاضد والدفاع عن أرض الإسراء والمعراج. أذكر مثالا في التلاحم، الاحتلال الإسرائيلي يحاول بين الفينة والأخرى أن يفرض سياسة الأمر الواقع، ويبدأ بذلك بالاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية. يوميا
نشاهد هناك اعتداءات على مساجد، حرق مساجد، أيضا لا تسلم الكنائس من ذلك، تخط شعارات معادية للمسلمين والمسيحيين. فأراد الاحتلال الإسرائيلي أن يضع بوابات إلكترونية على بوابات المسجد الأقصى المبارك من أجل إيجاد معيق لدخول المصلين للمسجد الأقصى المبارك. فكان الرد أن هب المسلم والمسيحي واعتصموا باب البوابات وأجبروا الاحتلال الإسرائيلي على إزالة هذه البوابات الإلكترونية بالقوة، وكان انتصار لتعاون ولوحدة الشعب الفلسطيني العظيم. بعدها الاحتلال الإسرائيلي ذهب أن يفرض ضرائب على كنيسة القيامة، فهب المسلم والمسيحي أيضا في الدفاع عن ممتلكات الكنيسة، وأجبر الاحتلال الإسرائيلي بالتراجع عن قراره بفرض الضرائب على ممتلكات الكنيسة. هذا هو النهج الذي نعيشه في فلسطين، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية تمثل رمز التسامح والتعايش، وأرسلنا بذلك رسائل عدة. هناك زيارات متعددة لوفود، لقناصل، لسفراء، ليتعرفوا على سر هذه الوحدة. السر هو في العهدة العمرية، يتغنى بها المسيحي قبل المسلم. نحن في فلسطين لا نعاني من عنف ولا من إرهاب طائفي. إحنا العدو الوحيد لشعبنا الفلسطيني هو الاحتلال الإسرائيلي. نحن في خندق واحد. رصاص الاحتلال الإسرائيلي لا يميز بين مسلم وبين مسيحي، لا يميز. هو يريد أن يجتث الوجود الفلسطيني من هذه الديار المباركة، ولكن بالإرادة بالعزيمة سيبقى هناك إصرار في الصمود وفي الثبات وفي الرباط، من أجل حتى تحقق طموحات شعبنا الفلسطيني بإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. أصحاب الديانة المسيحية أرسلوا رسالات عديدة لترامب على أن ما اتخذه من قرار هو يخالف ما نصت عليه العهدة العمرية، على ألا يعيش معهم يهودي بالمفهوم الموجود المستوطن الذي يريد أن يجتثنا من ديارنا. فوزارة الأوقاف والشؤون الدينية تعمل في مجالات عدة، وهي بمثابة خمس وزارات في وزارة واحدة. لدينا معهد إعداد الدعاء، لدينا أكاديميات متعددة في أرض الوطن، لدينا مستشفيات كبيرة. فأنا أعتبر كما قلت في كثير من الاجتماعات وفي المحافل أن وزارة الأوقاف هي بمثابة وزارة الدفاع، توازي وزارة الدفاع، لأن كل مواطن بحاجة إلى وزارة الدفاع السلمية اللي هي وزارة الأوقاف. ولكن المسؤولية هي مسؤولية تكاملية في المجتمع، لا يقع على عاتق وزارة الأوقاف. الأسرة تتحمل جانب، التعليم يتحمل جانب، الأمن يتحمل جانب، الإعلام يتحمل جانب، لأن خطبة إمام في خطبة مش راح تغير واقع. لابد أن الكل في مشاركة حتى نستطيع أن ننبذ العنف والإرهاب أينما كان، ونوجد العلاقة المتينة والتراحم والتآلف بين الأمم وبين الشعوب، انطلاقا من قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة. أتمنى لهذا المؤتمر أن يخرج بتوصيات سديدة، وأشكر وزارة الأوقاف على هذا العمل، على هذا الرائع، على ما قامت به من هذا الكتاب، لأننا في فلسطين لا ننسى موقف الأزهر الشريف والمرجعيات الدينية، كما نشكر وزارة الأوقاف على دعوتها لهذا الوفد الكبير من فلسطين اللي يمثل المرجعيات الدينية الثلاث، الإفتاء والقضاء ووزارة الأوقاف للحضور. وإن دل ذلك فكما قلت في وسائل الإعلام يدل على اهتمام الشارع المصري الرسمي والشعبي على أن تبقى فلسطين هي حاضرة في الوجود.
لا يسعني في النهاية إلا أن أقول إليكم تحيات القدس الشريف، أمانة الدين والتاريخ، ولا تنسوها دائما، كما أنني أنقل إليكم تحيات المسجد الأقصى وشعب فلسطين رئيسا وحكومة وشعبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.